ان شاء الله خير، نتفائلوا خير بعد سقوط النظام المقبور الطاغيه بعد 5 سنين. والله الحق هي الامور ما تصوتش اكيد، فهمت؟ لان نظام 42 سنه اجتمع على صدر الليبيين، يعني مده مش هينه، فهمت؟ 4 عقود وليف، فهمت؟ بعد سقوط النظام السابق يعني احنا نتأملوا خير ان شاء الله، لان احنا عندنا الوطن اغلى من اي شيء يكون، و نتمنى ان الناس اللي عندهم قلب على على الوطن او قلب على البلاد هذه انهم يوقفوا وقفه جد لصالح الناس لبعضهم، تكون المصالحه الوطنيه قبل اول اساس، هي لان هي اللي بتنجح بها البلاد وهي حنكون بها الدوله ان شاء الله.